لك على تسكين الألم والعضلات وعن مغص والصداع وألم الجهاز الهضمي بشكل عام. النعناع كمهدئ للأعصاب بالإضافة إلى أن النعناع يقلل من الشعور بالقدرة في التقلع أحيانا، كما يحد من آلام المعدة المرتبطة بدوار الحركة، وذلك لاشتغاله على خصائص مضادة للإنتعاش. ويشتمل النعناع أيضا العديد من الخصائص المضادة للجراثيم التي تتسبب في الإصابة بالسرطان ونزلت البرد والسعال. إضافة لإيناس إلى اشتمالها على فيتامين والبوتاسيوم والكالسيوم ومضادات الألم التي تتفرض الجسم على مكافحة الأمراض. دعيني أفضل لك أن مشروب النعناع يعمل على فتح مسام البشرة، بالتالي تقليل حب الشباب. وبالإمكان أيضا إيناس إضافة النعناع إلى ماء الاستحمام، فذلك يهدئ الحروف وصحة الجلد والتهابات الجلد المتنوعة. أثر في ذلك مستمعينا الكرام ويخفف بصيلات الشعر ويعزز الدورة الدموية ويجعل جذور الشعر أكثر قوة. وزيت النعناع يعالج التهاب الجيوب الأنفية ويعمل على تردد الدم، كما يمكن أيضا من خلال النعناع علاج نزلات البرد والسعال والربو وأيضا التهاب الشعب الهوائية. ونعناع أيضا يشكل بديلا لغيره.